بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم طلابنا الأعزاء، طلاب الثانوية العامة، برحب فيكم. Today we are start with unit 8 in business. In business بمعنى في العمل التجاري. So we have to look to the vocabulary now. We have to memorize these words, English, Arabic. It's very important. You know the words. And we have to get 25 points if we memorize this word, okay, for all units, okay? فخلينا نشوف واحدة واحدة. In business بمعنى in working in the business field، يعني إنه أنا أعمل في مجال أو في الحقل الأعمال، فبنحكي معناها في العمل التجاري. On business we have, now we change preposition. In on business معناها for business reason، يعني أنا بعمل لمهمة العمل. Information and communication technology اللي هو اختصارها IST، اللي هي معناها تكنولوجيا المعلومات والاتصالات. Sector اللي هو part of the country's economy، اللي هو قطاع. Graphic relating to pictures اللي هو الجرافيك. Distribute send to other places بمعناها إنه يوزع. Lack معنى not having enough اللي هو نقص. 3G networks اللي هي third generation اللي هو شبكة الجيل الثالث. Attempt معنى try، محاولة. Breakthrough اللي هي event that made a big difference اللي هو انطلاقة، يعني انطلاقته. Running managing معنى يدير. Humanitarian concerning with helping people اللي هو العمل الإنساني. Returns profits اللي هي عائدات اللي هي الأرباح. خلينا نبلش now. Let's start with the article page 79. Here read the article then complete the tasks on page 79. Okay. Information and communications technology business could be the best hope for the economic future of Palestine, according to experts inside and outside the country. أنا هون عم بحكي، تمام. أنا هون يا شباب بنحكي إنه من الممكن إنه تكون أعمال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات هي الأمل الأفضل لمستقبل الاقتصاد الفلسطيني. هذا طبعاً بنحكي إنه according وفقاً لي، according بمعنى وفقاً لي، experts الخبراء اللي هم inside and outside the country اللي هم من داخل وخارج فلسطين، خارج الدولة. A recent report said that the IST sector makes up over 5% of Palestinian economy. لآخر تقرير، شو آخر تقرير يعني بنحكي فيه؟ هذا التقرير تم مؤخراً بيحكي إنه الIST، IST حكينا هي الاختصار لـ Information and Communications Technology، هو makes up over، تمام. هو شو بقول هذا التقرير؟ بحكي إنه قطاع اللي هو التكنولوجيا المعلومات والاتصالات إنه إيش بيساوي؟ إنه صنع يعني عمله ميكس أب، عمله أكثر من 5% من، أو شارك في 5% من الاقتصاد الفلسطيني. Second paragraph YIST، لماذا تكنولوجيا المعلومات والاتصالات؟ For مصطفى جواد، for Mustafa Jawad, the 23-year-old head of an online graphic design company. The answer is simple. بنحكي هون لماذا تكنولوجيا المعلومات والاتصالات؟ هون بالنسبة لمين بحكي؟ مصطفى جواد العمر 23 سنة، وهو رئيس لشركة تصميم الصور على الانترنت. الجواب بحكي انه ايش؟ انه simple، انه بسيط. هلا هون احنا بدنا نشوف شو الجواب وشو بيحكي. For an IST start up all you need is a computer and a connection. معناته اذا انت بدك تبلش تبدا في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، هو انت بس اللي بتحتاجه ايش؟ هو عباره عن جهاز كمبيوتر، ماشي،
وانه يكون متصل بالانترنت. You can distribute, وبتقدر حينها انك انت توزع your final product by exporting it to the internet cloud. يعني هون بحكي لك انه هون بتقدر انت تنشر وتوزعه مشروعك او منتجك، تمام، اللي هو منتجك النهائي، عن طريق انك انت ترفعه الى سحابة الانترنت، الى سحابة الانترنت. عندي هون it شايفينها it، هاي it بتعود على مين؟ بتعود على اللي هو الفاينل برودكت. اوكي، طيب. There are still problems though the main one is a lack of 3G networks in Palestine. وبنحكي المشكلة احنا عندنا هون الأولى هي انه في عندنا مشكلة في اللي هو الجيل الثالث من الكمبيوتر. Because access to the necessary wave bands is not available yet. فلأنه الوصول إلى الحزمة الموجبة اللازمة هي غير متوفرة بعد، تمام. هذا بالنسبة للفقرة الأولى والفقرة الثانية. Third paragraph here بنحكي قاعدين إنه مصطفى سلامة was always good at art and languages. مصطفى كان هو ممتاز بإيش؟ في الأدب واللغة. And when he finished school, everyone advised him to study English at university. حتى لما خلص المدرسة الكل نصحه من أصدقائه إنه إيش؟ إنه يدرس إنجليزي بالجامعة. Instead, بدلاً من هذا الحكي هو شو سوى؟ Instead, he taught himself how to program and started making his own software programs. شو سوى؟ ماشي، مباشرة علم نفسه كيف إنه يبرمج وبدأ بعمل برامج خاصة فيه. بلش يعمل برامج خاصة فيه. His first attempt، حكينا attempt معناها محاولة، كانت محاولة الأولى هي إيش؟ كانت games، هي كانت عبارة عن لعبة. Which بتعود على مين شباب؟ هون صبايا، بتعود على game. Was so popular with his few students that he decided starting his own company might be a real possibility. فهذه اللعبة كانت معروفة عند زملاء الطلاب، وبذلك فإن قرار بدء شركته الخاصة من الممكن إنه يكون احتمال حقيقي. يعني لما شاف إنه الناس اهتمت في هذا البرنامج اللي عمله اللي هو لعبة، فصار يحكي إنه إيش؟ إنه ممكن إنه قرار انه بدا شركته الخاصه ممكن انه يكون هذا الشيء محتمل. اوكي، طيب. هون his big breakthrough احنا شو حكينا معناها؟ ايش حكينا معناها؟ تقدمه. his big breakthrough came when he attended a startup weekend in Ramallah. جاء تقدم الكبير لما حضر ورشة عمل بعنوان نهاية الأسبوع ابدأ، نهاية الأسبوع ابدأ في، كانت هاي في رام الله، كانت هذه الورشة العمل في رام الله. He managed to get small amount of financial support. هون هو حصل على مبلغ قليل دعم. financial support هون بنحكي معناها اللي هو دعم مادي، support دعم، ولكن دعم كان قليل. Which gave him the time to develop more ideas. وهذا كمان أعطاه كمان إيش؟ أعطاه وقت إنه يحسن من أفكاره. Perhaps more importantly، كمان في إشي، كمان إشي كثير كمان مهم. He met other business people. هو قابل كثير من اللي هم الناس ورجال الأعمال، both Palestinian and from other countries. منهم كان فلسطينيين ومنهم كان من دول أخرى. He learned a lot about the practical side of running business. هو هون شو تعلم؟ اتعلم كثير عن الجانب العملي في إدارة running business اللي هو إدارة المشاريع. And about how to get his products noticed. وأنه كمان كيف يخلي منتجه للناس واضح. تمام. هلا نشوف اللي هي الفقرة اللي بعدها. Mustafa is currently working on program that makes the teaching of chemistry in school is more fun.
هلا هو في الوقت الحالي currently حاليا هو شو عم بيساوي؟ عم بعمل في برنامج بخلي دراسة الكيمياء إنها تكون في المدارس إنها تكون أكثر متعة، تمام؟ إنها تكون أكثر متعة. He has already had interest from within Palestine and from other countries in the Arab world. يعني هون وهذا الحكي حاز على اهتمام من خلال فلسطين ومن بلدان أخرى في العالم العربي. Like a lot of other young Palestinian business people. وكالكثير من أناس أعمال فلسطينيون شباب. ماشي. هي شباب. Okay. He wants to do something positive to help his country. يعني هو كان بده يعمل إشي منيح عشان يساعد بلده، يعني زيه زي غيره من الشباب الفلسطينيين. But his stress is that his company isn't humanitarian. Yeah, operation. فهون شو بقول؟ ولكن أكد هون stresses أكد إنه عمل شركته هو ليس عمل إنساني، هو ليس عمل إنساني. It's business. هو عبارة عن شغل عمل. Okay. He says and the aim is to get good return on the achievements. يعني هو شو الهدف هون؟ هو بده يحصل على عائدات جيدة من الاستثمار. يعني هو مش زي إنه بده يعمل إشي عمل إنساني، لا، هو الهدف هو عمل. فهون أكد it's a business. تمام، وإنه هو بده كمان returns، بده عائدات. One way he believes he can help is to pass on what he has learned, what he has learned to other given younger than he is. بيحكي هون إنه الطريقة التي يعتقد بأنه يمكنه أن يساعد بها هي أن ينقل ما تعلمه للآخرين. Okay. فهو بيحكي إنه أنا ممكن أنا إيش أساعد، أنا ممكن إني أعلم الآخرين أنا شو تعلمت. Okay. I learned a lot from that startup weekend. أنا بحكي أنا تعلمت كثير في هاي الورشة العمل اللي هي اسمها نهاية الأسبوع ابدأ. When I go to the next one, I hope I will learn more, but I will also be able to advise others. وبتمنى إنه ما أروح على الورشة الثانية إنه أتعلم أكثر، ماشي، وأكون أنا برضو أنصح الآخرين. تمام، هذه الفقرة اللي عنا الموجودة ترجمناها. خلينا نشوف هون عنا في period one عنا exercise number one. Exercise number one شباب، هون عنا الكلمات حناخد find words highlighted in the text and that have these meanings. الكلمات اللي بالأصفر اللي احنا شفناهم موجودات وحكينا معانيهم في القطعة، تمام، احنا هون بدنا نوزعهم على هدول العشر معاني. فأنا هون بعطيك المعنى وانت بتعطيني الكلمة، فبيحكي لك find a word in the text. اوكي، ممكن هذا طبعا سؤال هذا دائما بيجي بالوزارة انه find words in the text. بدك هذا الحكي بخليك انك تحفظ الكلمات انجليزي انجليزي، ضروري شباب، ضروري انك تحفظ الكلمات انجليزي انجليزي، واكيد طبعا عربي، مش تحفظهم انجليزي انجليزي وتفهم شو معناهم بالعربي. Number one, so to send it to other places اللي هي distribute. اثنين, try, attempt بمعنى محاولة. Relating to picture graphic إشي بيعود على الصور اللي هو graphic. Part of country's economic جزء من أعمال الاقتصاد الوطني اللي هو قطاع sector. At the moment في هذا اللحظة currently. Event that a big difference breakthrough. تمام، اللي هو حكينا هون في إحنا عنا في صار في تغير. Profits اللي هي عائدات. Not having enough اللي هو lack. Concern with helping people اللي هو حكينا شباب عنه، اللي هو managing اللي هو running اللي هو يدير. تمام، اللي هو طبعا humanitarian حكينا اللي هو العمل الإنساني. طيب كويس، هدول شباب احنا كيف احنا جاوبناهم؟ جاوبناهم لما نحفظ الكلمات اللي احنا بنرجع فيهم لمين؟ بنرجع فيهم هون للأول، هدول لأن هاي كل كلمة معناها بالإنجليزي إنجليزي. فإذا حفظناهم إن شاء الله ما رح نواجه مشكلة لو أجتنا هذا القطع بالوزارة. هلا هون use words in part A to complete sentences below. أنا هون عندي 10
sentences. I have to complete all these sentences by using ايش؟ نستخدم الهم الوردز اللي موجودات كانوا بإكسرسايز نمبر 1. خلينا نشوف واحدة واحدة. Okay. After months of trying to find a solution, they finally made breakthrough. تمام. هون شباب. طيب حكينا احنا في عند breakthrough اللي هي بمعنى تقدم. After months of trying to find a solution, بعد شهور من محاولة تقدم انه نوجدوا حل, هم بالاخر وجدوا وصار عملوا في تقدم في الحل, يعني مشوا في الحل, يعني تقدموا في انهم يوصلوا لحل. Number two, a good transport system is needed to distribute products around the country. إنه بنحكي إحنا عن نظام المواصلات الجيد هو إيش is needed, إنه بحتاج لإنه يتوزع المنتجات حول around the country, حول البلد. Three, he made a lot of mistakes because of his lack of experience. هو بيخطأ كثير لإنه هو عنده نقص في الخبرة, يعني قلة خبرة. For several humanitarian organizations have sent medical supplies to the area. ماشي الكثير من المنظمات العمل الإنساني بعثت اللي هو supplies, يعني إنها دعمت في medical supplies اللي هي الدعم الطبي لهذه المنطقة. Five, the country's financial sector has done better than other areas of the economy. بنحكي هون إنه هو القطاع المالي وهو has done better, إنه هو بتقدم بشكل أفضل في عن مجالات أخرى في الاقتصاد. Six, graphic explanations are easier to understand than written words. يعني التوضيح عن طريق الجرافيك هو أسهل فهم من الكلام المكتوب. Seven, IST تمام starts up are currently growing faster than any other kind of company. تمام, فبنحكي انه اللي هو الاي اس تي. اوكي, حكينا شو الاي اس تي طبعا. ماشي, هو حاليا عم بينمو اسرع من اي ماشي نوع اخر بالشركة. 8, the returns of this kind of investment are quite low at the moment. بنحكي ان العائدات من هذا النوع من الاستثمار هو اقل في هذا الوقت الحالي. 9, don't forget that running your own company is hard work. ما تنساش انه انت تدير عملك الخاص, انك تدير شركتك الخاصة هو شيء عمل كثير صعب. Last one, it was a good attempt. هي كانت محاولة جيدة, but I didn't quite succeed. ولكني لم أنجح بشكل جيد. طيب ممتاز, هذه بالنسبة للفوكابلري شباب, الكلمات الموجودة. خلينا نشوف هلا عنا, نشوف آخر شيء عنا في exercise number 3 في هذا ال period. Answer the question. إن في عنا أسئلة بدنا نجاوبها. تمام, خلينا نشوف. Question number 1, who says that IST companies are important for future Palestine? من اللي قال انه اللي حكى انه IST companies ماشي انه هذه الشركات اللي هي اعمال التكنولوجيا والاتصالات انه هي مهمة في لمستقبل ايش؟ لمستقبل فلسطين. الجواب عندنا اللي هو مين اللي حكى, اكيد اللي هو الاكسبيرتس الخبراء. Experts inside and outside the country. موجود عندنا بالparagraph number 1. 2. What is the biggest problem for IST companies in Palestine? أكيد اللي هو مشكلة الـ 3G جيل الثالث موجود عندنا. 3. How did Mustafa learn to make computer software? هو كيف, يعني كيف إنه هو تعلم ماشي اللي هو نظام السوفتوير الكمبيوتر, هو حكينا في البداية بعد ما نصحوا أصدقائه إنه يدرس إنجليزي, لا هو علم نفسه كيف يعمل إنه كمبيوتر سوفتوير. 4, خلينا نشوف 4. What did Mustafa find most useful about the startup weekend in Ramallah? ماشي, هو شو استفاد من هذا كويس اللي الورشة اللي حضرها. تمام,
اللي هي لما حكينا عنها، حكينا هذه الورشة اللي حضرها كثير استفاد منها. وشو حكينا هون؟ شو استفاد؟ هي managed to get small amount of financial support. هاي واحدة طبعا، هو في كثير، احنا هون بس ذاك طالب مني واحدة. هو اتعلم كيف انه ماشي، هو اول شيء اتعلم انه اخذ من الاخرين، لانه كان في كثير رجال اعمال موجودين حكينا، بالاضافه انه كان في دعم مالي. فاحنا بنحكي انه هون he get small amount of financial support، اخذ دعم مالي قليل. فاين. What are Mustafa's two aims in business؟ شو كان في عندي هدفين له من وراء الشغل في الأعمال؟ أول واحدة he wants to do something positive for his country. أول شيء كان بده يعمل إشي كويس إيجابي لبلده. And he wants to get more return on the achievement. وهو كمان بده يحصل على عائدات كويسة من هذا الاستثمار. Last one, number six. What does Mustafa hope to do at the next startup weekend؟ ماشي، إيش كان يأمل ماشي في الورشة الثانية؟ كويس. هو كان بالنسبة له كان الأمل he wants to learn more، بيتعلم أكثر، and he wants to advise others، وهو بده ينصح كمان الآخرين. وبهيك شباب إحنا بنكون انهينا اللي هو هذا البيريود. إن شاء الله أنكم تكونوا استفدتوا. يعطيكم ألف عافية.